روسيا وأمريكا تتبادلان الاتهامات بارتكاب الجرائم في سوريا، ومناورات أمريكية بعد قصف استهدف قاعدة عسكرية. تقرير حقوقي يكشف عن استيلاء نظام الأسد على ممتلكات آلاف المعتقلين بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار. البيع برأس المال مبادرة في إدلب لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في شهر رمضان المبارك. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. تستمر الدول الفاعلة في الملف السوري بتبادل الاتهامات من خلال انتهاكات نفذت في سوريا. يأتي ذلك في وقت جمدت فيه عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وهي خطوة رحبت بها هيئة القانونيين السوريين. التقرير والتفاصيل. روسيا تطالب بمحاسبة أمريكا على جرائمها في مدينة الرقة، واشنطن تقول إن موسكو أطلقت حملة تضليل إعلامي لحماية الأسد بعد هجوم خان شيخون. إيران تقصف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا، والأخيرة تجري مناورات عسكرية. هي عناوين أخبار يوم واحد لوطن لا يعرف كثير من أهله ما يحل به. في جلسة حول حقوق الإنسان في سوريا، يتهم نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين الولايات المتحدة بقتل عشرات الآلاف من المدنيين السوريين بمن فيهم أطفال خلال هجوم نفذته على محافظة الرقة السورية. بينما لا يبدو الحديث الأمريكي بأن موسكو أطلقت حملة تضليل إعلامي لحماية الأسد بعد هجوم خان شيخون الكيماوي مجرد ادعاء، تفند السفارة الأمريكية في سوريا ذلك عبر تغريدة بعنوان كتاب قواعد اللعبة لسموم بوتين. هيئة القانونيين السوريين عبر بيان خاص رحبت بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان وطالبت بمحاسبة النظام. الهيئة اعتبرت أن العدالة تتجلى بوضع بشار وبوتين والنظام الإيراني في قفص اتهام واحد احتراما للعدالة والقانون والإنسانية. لا تقتصر الرسائل الدولية الحاصلة في سوريا على روسيا وأمريكا، توجه إيران أيضا رسائلها فتقصف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا، وهو ما استدعى القوات الأمريكية الموجودة لإجراء مناورات عسكرية في المنطقة. الساحة السورية لم تجد بر الأمان بعد أن باتت مساحة لصراعات ساخنة أو باردة أحيانا تخوضها دول عظمى، بينما يبقى الشعب السوري على أمل الوصول إلى حريتهم المنشودة والإطاحة بنظام جلب دول العالم لقتال شعب البلد. ينضم إلينا سيد مصطفى النعيمي، صحفي سوري من هاتاي. مرحبا بك سيد مصطفى. برأيك كيف أو ماذا يمكن أن يستفيد السوريون من الرسائل الدولية المتبادلة في سوريا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك أستاذ إبراهيم والسادة المشاهدين الكرام. نعم، لا شك أن تلك الاتهامات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة وكذلك أيضا روسيا حول حقوق الإنسان بشكل عام، نتحدث هنا في الملف السوري، هي بالنتيجة تصب في مصلحة السوريين بنتيجتها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن روسيا قد جمدت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، ويطمح الشعب السوري اليوم بأن تجمد عضوية روسيا في مجلس الأمن. كذلك أيضا التصويت المستمر لها في الفيتو الروسي الذي بات يرهق السوريين بشكل عام، حتى القاطنين في مناطق سيطرة النظام، نتيجة العقوبات التي قد دخلت حيز التنفيذ وبدأنا نلاحظ نتائج تلك العقوبات، كلها ملفات عالقة لابد من إيجاد حلول حقيقية لها. لا شك أن تغريدة السفارة الأمريكية في دمشق هي تأتي في سياق محاسبة نظام الأسد، وما زالت تلك التغريدات هي في طور التصريحات الإعلامية، لم يكن هنالك جدول زمني في تحقيق تلك الرغبات أو تلك التصريحات التي تجري عبر لسان المسؤولين الأمريكيين حتى هذه اللحظة. لكن ما يقابل ذلك هناك انتهاك صارخ، إذا عندما نتحدث عن غارات جوية لسلاح الجو الروسي اليوم في محيط ريف إدلب الجنوبي بشكل خاص،
نحن نتحدث عن تسيير عمليات عسكرية عدائية ما زالت مستمرة تجاه الشعب السوري، وما زالت الجرائم ترتكب بشكل عام. لكن يعني سيد مصطفى، الآن القرارات الدولية التي تتخذ بحق روسيا، هل نستطيع القول أن روسيا بدأ دورها يتراجع على المستوى العالمي وبالتالي في سوريا؟ نعم، لا شك أن الدور الروسي على مستوى العالم بات اليوم يعني يتراجع بشكل كبير، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأزمة الأوكرانية وما حصل من تداعيات كبيرة على الجيش الروسي والخسارة التي تكبدها في محاولة اجتياحه يعني أوكرانيا. هنالك يعني جيش كبير بهذا الحجم يلاقي خسائر كبيرة، بحيث استهدف أوكرانيا عبر 7 محاور، وهذه المحاور أرهقته بشكل كبير وأظهرت مدى هشاشة هذا الجيش. أيضا أظهرت هشاشة التكنولوجيا التي تمتع بها هذا الجيش، بحيث أسقطت قرابة 300 طائرة منها 100 مقاتلة حربية. كذلك أيضا الدعم الدولي لأوكرانيا، وبشكل خاص نتحدث اليوم عن الدعم البريطاني الذي يقود تلك الحملة بشكل مباشر ضد التغول أو الغزو الروسي لأوكرانيا. كلها ملامح تؤكد أنه بالنتيجة أن الدور الروسي بات يخبو شيئا فشيئا، وربما قد نشهد. وبالتالي سيد مصطفى، يعني لو تحدثنا جزئيا عن هذا الموضوع في بداية إجابتك، لكن كيف لمؤسسات المعارضة أن تستثمر ما يحدث بين الدول العظمى لصالح القضية السورية؟ ماذا يجب على مؤسسات المعارضة أن تفعله الآن؟ ما يتطلب يعني من المعارضة بشكل عام، وخاصة نحن نتحدث عن المسار السياسي، لابد من تفعيل قرارات مجلس الأمن والضغط بشكل مستمر تجاه هذه الاستحقاقات الدولية. وهنالك بعض المسارات التي لا قيمة لها، لابد أن يكون هنالك وقفة جادة تجاهها، ونحن نتحدث هنا عن مسار أسيتانا أو سوتشي أو هذه المسارات الدولية التي أبرمت بوجب اتفاقيات مائية وأما ثلاثية، التي باتت اليوم ايضا يعني الشعب السوري بات يدفع يعني ثمن لتلك الاتفاقيات. لابد من الرجوع الى مقررات مجلس الامن والعمل جديا وبجد زمني لتنفيذ تلك المقررات الامميه، وعلى صعيد الخاص نتحدث عن قرارات 254 والذي نص تشكيل هيئه حكم انتقاليه كامله الصلاحيات وفقا لمقررات مجلس الامن. اشكرك سيد مصطفى نعيمي، الصحفي السوري، حدثتنا من هاتاي. نقلت صحيفة الجارديان عن جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا أن النظام صادر ممتلكات شخصية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار، شملت سيارات وعقارات ومجوهرات من مواطنين سوريين لمجرد اتهامهم بالانضمام إلى ثورة 2011. نظام الأسد لم يكتفي بسلب المعتقلين حياتهم وحريتهم، بل صادر أملاكهم وجردهم من كافة حقوقهم المدنية. صحيفة الجارديان البريطانية نقلت عن جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا أن ما يقرب من 40% من المعتقلين تعرضوا لمصادرة أملاكهم منذ عام 2011، وأن الممتلكات المصادرة من عقارات وسيارات ومجوهرات تجاوزت قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي. من خلال هذه الأموال والإيرادات، حاول نظام الأسد الالتفاف على العقوبات الدولية، إضافة لضمان عدم بقاء أي شيء للمعتقلين السابقين الموجودين في المنفى يمكن أن يعودوا إليه بحسب الصحيفة. الجارديان قابلت عدة معتقلين قالوا إنهم أجبروا على توقيع أوراق تدينهم وهم معصوبو الأعين بعد محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات، ولم يكونوا يعلمون أنهم تخلوا بهذا التوقيع عن ممتلكاتهم وحقوقهم المدنية. جمعية المعتقلين قالت إن نظام بشار الأسد استغل الأساليب القانونية لمصادرة الممتلكات من المعتقلين كجزء من حملة قمع وحشية على الاحتجاجات في أعقاب الانتفاضة السورية عام 2011. رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا وفي تقرير لها العام الماضي أكدت أن النظام استخدم المعتقلين والمخفيين قسريا وسيلة لجني ومراكمة الثروات. وقدرت الرابطة أن تكون عمليات الابتزاز المالي منذ عام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه قرابة 900 مليون دولار أمريكي.
طلبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلت بضرورة تعزيز الجهود لمعرفة مصير المفقودين في سوريا. وقالت باشلت في كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن عائلات المفقودين هم ضحايا أيضا ولهم الحق في معرفة الحقيقة، مشددة على أن هذا الحق هو خطوة أساسية نحو المساءلة. كما أضافت المفوضة السامية أن السعي لتحديد مكان ومصير المفقودين في سوريا بما في ذلك المختفين قسريا والمختطفين والمعتقلين تعسفيا يدل على الألم والخوف والمعاناة المستمرة التي سببها الصراع الطويل والرهيب في البلاد. عرضت المحكمة العليا الألمانية تسجيلات مصورة من مشفى المزة العسكري بدمشق وأجزاء من ملفات صور قيصر المسربة، وذلك خلال آخر جلسة من محاكمة الطبيب السوري علاء موسى. وذكرت صحيفة عنب بلدي المحلية أن المحكمة نظرت في طلب التأشيرة المقدم من علاء موسى والسيرة الذاتية المرفقة به، مشيرة إلى أن وجود تناقضات بين المعلومات التي قدمها للسلطات والتصريحات التي أدلى بها في المحكمة، خاصة بما فيما يتعلق بأماكن إقامته. وفي 19 من حزيران عام 2020 ألقت السلطات الألمانية القبض على الطبيب موسى المتهم بتعذيب المعتقلين وحرق أعضائهم التناسلية خلال عمله طبيبا لدى نظام الأسد في سوريا. قتل عنصران من ميليشيا كتائب الإمام الرضا التابعة لإيران، وأصيب 5 آخرون بينهم 3 عناصر من الفرقة الرابعة قرب مبنى المواصلات على طريق مطار حلب الدولي، وفق موقع عنب بلدي المحلي. وقال الموقع أن عناصر من الفرقة الرابعة أطلقوا الرصاص على سيارتين عسكريتين لكتائب الإمام الرضا المتمركزة ضمن ريف حلب الشرقي والشمالي إثر مرور السيارتين من الطريق المخصص لمرور السيارات العسكرية. وأضاف الموقع أن السيارتين رفضتا التوقف عند الحاجز وسلكتا الطريق العسكري، ما دفع العناصر لإطلاق النار على السيارة الخلفية واعتقال بقية الأشخاص الموجودين داخل السيارتين بعد مصادرتهما. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: وزارة الحج السعودية ترفع عدد حجاج العام الحالي إلى 1,000,000 حاج من داخل المملكة وخارجها. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أطلق العديد من أصحاب المحال التجارية في إدلب مبادرة للبيع برأس المال طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين القاطنين في المنطقة.
بمناسبة شهر رمضان المبارك، أطلق العديد من أصحاب المحال التجارية في إدلب مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء قدر المستطاع عن الأهالي طيلة شهر رمضان. مصطفى الصغير من أصحاب المحال الذين شاركوا في المبادرة بشكل قوي وفعال. احنا قررنا هون بمناسبة شهر رمضان الخير، إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم، نعمل عروض للشعب الفقير اللي صار له 10 سنين و12 سنة عم بيعاني من الفقر، لا في معونات ولا في دعم من المنظمات ولا في أي شيء شغل. قررنا نبيع احنا هون بالرأسمال بس مرابح بسيطة، شيء توفي معنا وتوفي مع الشعب وساعد للناس كلياتها. تأتي هذه المبادرة في ظل الغلاء الكبير لتلقي بظلالها اللطيفة على أهالي إدلب الذين أنهكتهم درجات الأسعار المستمرة في الارتفاع منذ أيام طويلة. الأسعار غالية كثير بالنسبة للفقير، الله يكون بعونه. يعني ممكن الإنسان يشتغل بعشرين ليرة بثلاثين أربعين ليرة ما بتعمل طبخة، بدك تأخذ كيلين بندورة نص كيلو بندورة على باذنجاني وحدة كوسايتين وما في لحمة كمان، يعني ممكن الواحد يعمله طبخة ويقوي أولاده يلي بيشتغل فيه، والأمر لله إن شاء الله، الله يهون عنا ويفرج عنا إن شاء الله. وبحسب فريق منسقو استجابة سوريا فإن الارتفاع في الأسعار في شمال غرب سوريا تزامن مع عجز واضح في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات المحلية. الأوضاع الحالية تتطلب زيادة الرقابة على أسعار المواد بشكل عام في المنطقة. يمر رمضان هذا العام قاسيا، ارتفاع الأسعار من جهة وعدم توفر فرص العمل من جهة أخرى مما يزيد الواقع الاقتصادي ترديا، لكن هناك من يحاول التخفيف عن سكان هذه المنطقة ولو بشيء بسيط. عامر عاصي، مدينة إدلب، حلب اليوم. الحديث حول ذلك ينضم إلينا عامر العاصي مراسل حلب اليوم من إدلب. مرحبا بك عامر، حدثنا أكثر عن المبادرة ونتائجها الشعبية، هل فعلا حققت توازن لدى المواطنين في إدلب؟ عامر أعيد عليك السؤال مجددا عن المبادرة التي عرضناها على الشاشة قبل قليل ضمن التقرير ونتائجها شعبيا، هل فعلا حققت توازن لدى المواطنين في إدلب؟ أهلا بك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة هذه المبادرة في الوضع الحالي والراهن أعداد المشاركون في مثل المحلات التجارية لم تكن كبيرة مقارنة بعدد السكان الموجودين في إدلب، فبالتالي هذه المبادرة لم تحقق أي توازن إلى الآن. من المتوقع أن تستمر هذه المبادرة وتشمل مناطق أكبر، في حال شملت مناطق أكبر قد يتم نوع من التوازن لدى المواطنين، لكن إلى الآن لم تغير. نعم. عمر، كيف يتدبر أصحاب الدخل المحدود أمورهم في ظل كل هذا الغلاء؟ الحقيقة أصحاب الدخل المحدود تتراوح أجورهم اليومية من 20 إلى 25 ليرة تركية، فبالتالي لا يستطيعون شراء احتياجاتهم اليومية ولا يستطيعوا تدبر أمورهم المعيشية. 20 أو 25 ليرة تركية لا تستطيع شراء الخبز والخضار التي يحتاجونها الأفطار، فبالتالي الحقيقة مريض. أثناء أعداد التقرير التي رأيتموه منذ قليل رأيت أحد أصحاب الدخل المحدود الذين رفضتهم، مرت العديد من أصحاب البسطات في سوق إدلب المدينة لكن لن يستطيع الخروج من السوق إلا بالقليل من الخضار. هذه الخضار كما حدثني لا تستطيع أو لا تكفي لأعداد الفطور وهم صائمون. كان الله بعون أهلنا في إدلب وعموم سوريا. أيضا أشكرك عامر العاصي مراسل حلب اليوم، حدثتنا من إدلب على هذه الإيضاحات والتفاصيل. تشهد أسواق الشمال المحرر بشكل عام ارتفاعا في أسعار السلع، ومع زيادة الطلب عليها في شهر رمضان قفزت الأسعار لمستويات قوبلت بالرفض من قبل السكان. المزيد في تقرير مراسل حلب اليوم من مدينة الباب. شهر رمضان هذا العام ليس كما قبله، المحال التجارية تشهد ضعفا في إقبال الصائمين عليها على الرغم من وجود ما لذ وطاب.
إلا أن الأسعار تشكل حاجزاً مرعباً للأهالي، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود منهم الذين لا يتمكنون من تأمين ولو جزء قليل منها. يوميتي بسحب لي 20 30 40 ليرة، بدي أجي أطبخ طبخة محالي بتكلفني 100 ليرة، لتر الزيت 37 ليرة شي ظلم، باذنجان ب 20 ليرة، البطاطا 8 ليرات، أسعار غلا فاحش. يعني لعيلي واحد عم بسحب 20 ليرة ما عم بحط 50 ليرة، يعني اللي عم تسحبه ما بوفي. الخضار بكافة أنواعها قد ارتفعت أسعارها بشكل لا يتناسب مع الأوضاع المعيشية القاسية التي يمر بها سكان المنطقة، فالغلاء العالمي لجميع السلع تأثرت به أسواق الشمال السوري إلى جانب الضرائب الجمركية المفروضة على البضائع التي ساهمت أيضا في هذا الغلاء بحسب ما قاله أحد تجار المنطقة. في عندنا ارتفاع أسعار عالمي، يعني البضائع غلت بمراكز، إن كان بمصر وإن كان بتركيا غلت، وفوق الغلاء صار غلاء الضرائب، يعني كله رفع الرسوم الجمركي تبع دخول البضائع. معبر تركيا كان ياخذوا على البراد 500 ليره تركي، صاروا ياخذوا 10000 ليره تركي، هي بالنسبه لجوات تركيا. وبالنسبه للمعبر السوري كمان ضافوا الجمرك بالمية مية، الترفيع من هنيك لهوني ياخذوا كانوا 25 دولار صاروا ياخذوا 50 دولار. الدخل على سوق الهال كمان هي ضريبي، الطلعة من سوق الهال ضريبي. غلاء من جهة وغياب الرقابة التموينية من جهة أخرى، فتحديد الأسعار غائب عن الأسواق، وربما معظم السلع قد يختلف سعرها من مكان لآخر، لتبقى معظم العوائل في حيرة بكيفية تأمين احتياجاتهم في هذه الأزمة الحرجة. ضعف المردود الاقتصادي وقلة فرص العمل إضافة لارتفاع الأسعار في الأسواق عوامل تمنع الأهالي من تأمين أبسط احتياجاتهم الأساسية في شهر رمضان المبارك. محمد السباعي، حلب اليوم، مدينة الباب، ريف حلب. فرضت الحكومة اللبنانية شروطا جديدة على الطلاب السوريين لاستكمال تعليمهم الجامعي في الجامعة اللبنانية، منها حيازتهم على إقامة صالحة للتسجيل. وقال مدير كليات الآداب في الجامعات اللبنانية إيلي حداد إن الإفادة التي يفترض تقديمها للمديرية العامة للأمن العام تخول الطالب لاحقا البدء بالمعاملة إلى أن يحصل على الإقامة إن كان مؤهلا للحصول عليها وفق قوله. بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة مركز وصول لحقوق الإنسان محمد عراجي أن ما يهم الأمن العام اليوم هو جواز السفر، سواء أتم الحصول عليه من سوريا أم لبنان، غير أن المعضلة هو أن السفارة السورية لا تعطي جواز سفر لأي كان من الطلاب السوريين وفق تعبيره. أعلنت وزارة الحج والعمرة رفع عدد حجاج العام الحالي إلى 1 مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية. وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا لضوابط عدة، منها أن يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة، كما يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا، مشددة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية الاحترازية. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtoday.tv.net. صياما مقبولا وإفطارا شهيا. السلام عليكم ورحمة الله.